ظهرت العديد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تخدم العديد من القطاعات كالتغذية والتجزئة والألعاب الإلكترونية، حيث أصبحت في متناول الجميع لمختلف الأعمار، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة الوعي لدى الأطفال وتشديد الرقابة الأبوية للمواقع الإلكترونية التي تعددت بها طرق الدفع الإلكترونية. ولمجرد إضافة البطاقات المصرفية إلى المحفظة الإلكترونية أصبح من السهل تأكيد الدفع من خلالها دون الحاجة إلى تأكيد ذلك من خلال الرسائل النصية، مما يسهل ذلك الاغتيال على الأطفال، حيث أن الأطفال ما دون عمر 10 سنوات قد لا يعي المخاطر المرتبطة بالمواقع الغير آمنة، وبالتالي يجب الحذر من التساهل بأمور الحسابات المصرفية وعدم إعطاء الأطفال الصلاحية الكاملة من أجل إتمام عملية الشراء من المواقع الإلكترونية، حيث أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن عملية الاغتيال تستهدف الأطفال من خلال الإيقاع بهم من خلال عملية الشراء الغير آمنة.